كأنه برنامج من بيروت دايما بيحرص يسلط الضوء على أهم الأمور اللي عم بتصير على الساحة الفنية، فكرمال هيك حبينا اليوم ننقلكم الصورة الميلادية يلي كانت بمنطقة الكارنتينا ويلي حرص إنه يقدمها الإعلامي اللبناني توني باروت. فتعوا معنا حتى نشوف بهيدا الفيديو شو يلي صار تحديدا بهالمنطقة. وخلال حديثنا الخاص مع توني بارود أكيد حبينا نسأله عن هيدي المشاركة، فشوفوا معنا شو قال. اليوم الايفنت مع جمعية أكوا اللي تعرفت عليهم مش من زمان، ويا ريت متعرف عليهم من زمان، بس ما في شيء، كل الأمور بتجي بوقتها. اليوم عم بكون مع جمعية أكوا اللي عم يعملوا شارع نموذجي بشارع المدور بمنطقة الكارانتينا بالأشرفية، اللي عم بيرجعوا يبنوا الحجر ويبنوا البشر كمان، مش بس عم يشتغلوا إنه زبطنا شبابيك وبواب وفالين، لا عم نظبط وعم نظبط الناس وعم نشوفهم وعم نشوف شو بدهم وكيف فينا نكمل معهم. يعني جمعية أكوا لونج تيرم، عم فكر للمدى البعيد، مشان هيك موجود معهم اليوم، موجود إنه مع العالم يلي في عيد، في نبض العيد موجود. هذا بالنسبة لإلي بيعني لي كثير، وحتى بالنسبة للأولاد مش واجباتهم يفكروا مثلنا ويروحوا بعيد بتفكيرهم شو ما نعمل هلا، بدهم يعايدوا، فلازم يشوفوا موسيقى وضوء وكل شيء حاضر ليرجعوا يحسوا انه هن موجودين لأولاد، بس يكونوا موجودين لأولاد اهلهم يكونوا موجودين. وحشريتنا دفعتنا نسأل لتوني بارود كيف رح يقضي ليلة راس السنة، فهل من المعقول انه يروح يسهر؟ انا على الام تي في، ان الله راد راس السنة على الام تي في، يعني يمكن رقم قياسي من 9 الصبح للتنتين 3 الصبح، كل الوقت انرجي وفرح وامل انه تكون 2021 الله راد منيحه، نقول تنذكر وما تنعاد ونكمل بكل شيء، تكون بهالنهار مثل ما بتعرفيني بوزيتيف نهار وليل. يعني وشو رايه بظل الضائقه الاقتصاديه اللي عم يشهدها لبنان، انه عم نشوف انه كل العالم عم تتهافت للسهر بليله راس السنه؟ يعني بتعرفي العالم كمان ما اخر شيء اختنقت، بده يمكن يسهر سهره ليرجع يقلع عن جديد. يعني معك حق، بده يحمل مسؤوليته، بس بنفس الوقت ما فيك تلوميه كثير هلا، ما هو كان مسؤول وهو قاعد وببيته ومقعد الاولاد، انه بحس انه يمكن بدي اظهر ظهره هلا كثير والظهرات وضل بدي اسهر. هلا يمكن تقولي لي بيلقط من مره واحده، هي كلها شغل الكونسبت، مش لازم يعني انه السهر عم تروحي تقعدي وتتعشي وفي سوشيال ديستانسينج، يعني ما بعرف، ليكي شغله صعبه كثير. وهل بأيد قانون منع الرقص خلال هيدي السهره؟ والله ما بعرف، هيدي مش عارف انا، بس انه في ناس عم ترقص جواتها، عم ترقص محقونه، انه هيدا هو الموضوع الرقص، ما بعرف انه الرقص يمكن بالنسبه لهم بعدهم عم دق القديمه انه سلو مثلو، يا اخي ما عاد يرقصوا هيك، فينا نرقص بعض. وهل توني بارود بينه وبين نفسه في شي هديه معينه بحب يتلقاها بهيدي السنه؟ دعوه الله يوفقك، انا هلا مش في هدايا، هلا كنت طالع عبالي كنت اهديك، عندي نيه بس ما في، هيك بيجوا كل الناس لعند بعض يعني، فدعوه حلوه بكون بتكفيني. وشو اول شيء ممكن يعمله مع بدايه سنه 2021؟ بدي اقول يا رب وانطلع عن جديد، يعني واقف على الجاي واقول انا وصلت لهون، كان بوضعي بشغلي بوضع بلدي وكل شيء، مش ارجع لورا وانبش الماضي وقول هيك صار اللي بده يصير، بدي كمل. كيف بدي كمل؟ ما في اولاد وراي وفي ناس وفي عالم بتنطر مني امل، اذا قعدت انا يعني في شيء مش ظابط. واللافت انه بنهايه حديثنا معه لتوني حب يوجه رساله لجمهوره باقليم كردستان، برايكم شو قال لهم؟ اربيل على طول كانت بالنسبه لنا على طول اسال، هيك حلم انه يروح الواحد، لقي انه في ناس بتروح بتحس بطريقه بشيء ايجابي، يعني عالم حبوا الحياه وعالم عمروا، كمان عمروا بشر وعمروا حجر وعمروا، انا بحبهم كثير، ولا مره رحت، بس على طول كل الاصدقاء يلي بيروحوا بس روحوا لهونيك بحسهم جايين مرتاحين، يعني كانوا يحسوا بفرص عمل، كانوا يحسوا بلقاء مع الناس، كانوا يحسوا انه في شيء طيب موجود، لكن اللي عم بيشوفونا باربيل بحبهم كثير، هن مفضلين علي كمان.